مشاريع ومشاكل على إذاعة إيت راديو. السلام عليكم، معكم ياسين رضوان. دوس أكثر من 18 عام في عالم استثمار المقاولات، ديت في بنوك استثمارية، من بعد سيادة عدد من الشركات في ميادين مختلفة، وفي السنوات الأخيرة كنت نواكب عدد من الشباب باش يطوروا المشاريع ديالهم. وهذه هي فكرة مشاريع ومشاكل، نسمعوا المقاولين ديالنا فين وصلوا، شنو بغاو يطوروا، ونحاولوا نعطيهم نصائح باش يمشيو ابعد وابعد. معنا السي عصام رباط. السي عصام، السلام عليكم. وعليكم السلام سي ياسين، كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ الله يبارك فيك، كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السي عصام، عندك مشروع جميل، شرحوا لنا. المشروع ديالي جاب فكره، المشروع ديالي هو بدايه ديال الفكره، الحاجه ام الاختراع. الناس تيتصلوا بيا، تيعيطوا لي، تيتلاقاو بيا صحابي، واحد عنده 10 مليون، واحد عنده 20 مليون، واحد عنده 15، كل واحد شحال عنده. عصام عافاك، هاد الفلوس هادو ما نقدروا نديروا بهم حتى مشروع، وحنا شباب وبغينا نديروا شي حاجه. بالحق انا جمع 15 مليون، بغيت ندير شي مشروع. مرحبا، ولكن 15 مليون ما غادي دير له حتى مشروع، 5 مليون ما غادي دير له حتى مشروع. فكرت في واحد الفكره وقلت علاش ما نديرش واحد السيت باغ انترنت. هاد السيت هذا يكون قانوني 100% ويخدموا فيه الناس كاملين، منهم اللي عنده 5 مليون، اللي عنده 10 مليون، اللي عنده 30 مليون، اللي عنده 200 مليون، كل شيء يخدم. دوسي جوريدي كامل خصك تجمعه. ثاني حاجه هي الكونترا الكترونيك باغ ان كود. هاد الناس غادي يشاركوا غير في بروجي واحد من لي بروجي اللي كاينين. ولكن كاش نعطيك، ممكنش نعطيك انا 10 مليون 15 مليون هكذاك في ان سيت؟ خاصني نعرف شنو لو ستاتيو جوريديك، شنو الحقوق ديالي، واش مضمونين، كيفاش مضمونين، فهمتي؟ خاصني نعرف هادشي كامل. انا غادي سياسي، انا غادي ايتاب بار ايتاب. تفضل. هاد السيت هذا شنو غادي يكونوا فيه؟ غادي يكونوا فيه واحد لي تيغوار، كل تيغوار فيه بروجي. ياك تدخل تيغوار مثلا نيميرو 1 باغ اكزومبل، تدخل واحد تيغوار نيميرو 1، شنو تتلقى فيه؟ تتلقى فيه واحد التيران. هاد التيران هذا تنشريه انا، تشري لا سوسيتي، ياك فيه لي فوتو تيران مثلا في 200 متر شوكة في واحد الموقع استراتيجي مثلا. هاد التيران هذا تيعطي لوكو ديال التيران، تتلقى لوكو ديال التيران شحال مقيوم هاد التيران هذا. المهم تعطيك المعلومات، تعطيك المعلومات كاملين، تعطيك المعلومات كاملين على كل حاجه. تفضل. لي زيماج بكل شيء، بلوكاليزاسيون ديالو. انا تندير واحد سيتوياسيون بريفيزيونيل. شنو هي سيتوياسيون بريفيزيونيل؟ شحال الربح، فوالا شحال صرفت، شحال الربح، شحال ربحت انت؟ لي ديبونس، لي ديبونس ديالك. دابا فين وصلتي في البروجي ديالك؟ فين دابا حاليا فين وصلتي؟ البروجي ديالي وصل فيه دابا انا في لابارتي ادمنستراتيف، يعني الدوسي جوريديك. تري بيان. انا باقي تنجمع فيه، ولكن باغالي لهش لو سيت ديال لو سيت مع الناس اللي مكلفين بلو سيت راه غاديين. الو، انا نقول لك سي عصام خاي، عندك نهضر على دوز اسبي. بالنسبه لاسبي تكنيك ما ندخلش معك في ديتاي، باسكو تنظن بان بحال قلتي عندك اكسبيريونس في الباتيمون، لو سيت انترنيت انه يكون عنده جميع وحتى خدام مع دي سبيسياليست. دونك بالنسبه للكوتي تكنيك ماشي اشكال. انا فين عندي اشكال هو سوغ لو بلان جوريديك. جوج الحوايج، باسكو النقطه الاولى هادشي اللي وصفتيه انت بحال دابا انه يكون لو سيت فيه بلوزيغ بروجي تلقى وحده، يقدر واحد يختار لو بروجي اللي بغى. هذا راه قربتي لواحد الاسلوب جديد في لو فينانسمون، يعني تقول كراود فاندينغ ولا لو فينانسمون بارتيسيباتيف. راه في المغرب دايغ راه التكست دو لوا داز 2019 2020، اي عاد تيدوزو لي ديكري دابليكاسيون. هذا قانون خاص بالنسبه لي بلاتفورم اللي يقدروا يحطوا الناس لي بورتو دو بروجي، يحطوا لي بروجي ديالهم في لا بلاتفورم، واي واحد تيصير ان ابل، اي واحد يقدر يهتم بهذاك لو بروجي ويقدر يمشي يشارك، سواء يحط الفلوس اكسيونير، سواء دلا ديت يسلف، سواء يعطي. هذا سي ان ستاتيو جوريديك كي ابار. اما الا كنتي ما تدخلش في هذا الاطار هذا، خاص تعرف بان لابيس كون ابي لابيل بوبليك على ايبارن، يعني انه اي واحد نحط ان بروجي والناس يمشيو لو سيت ويبقاو يبغيو يتقيدوا، ما عندناش الحق. كاين كو دي انستيتيوشن فينانسيير او بانكير او زعما سيغتان كاتيغوري ديال لي انستيتيوشن اللي عندهم الحق يديروا هذا لابيل بوبليك على ايبارن، ماشي اي واحد. دونك هنا مع لا جوريست ديالك او السيده اللي تنصحك سو البلان جوريديك، رد البال هذا البون، قول له واش انا داخل في هذا الاطار ديال لو فينانسمون كولابوراتيف كراود فاندينغ ولا لا. الا كنت داخل فيه هذيك الساعه امور قانونيه ما كاينش اشكال، اي اونكور خاص شي حوايج يقدوهم. اما الا كان داخل في اطار واحد اخر، هذيك الساعه فريمون رد البال باسكو كاين ريسك. هذه الاولى. النقطه الثانيه هي مزيان بحال اللي قلتي تعطي المعلومات كاملين للناس اللي بغيو يدخلوا في البروجي. نفرضوا بان انت مثلا دوك 5 ولا 6 ولا 10 ديال الناس عارفهم، دونك هذيك الساعه سي 10 بيرسون عارفهم، سنيتي كونطرا معاهم، اي قادوا المسائل يا با بروبليم. ولكن خاصك تشوف معاهم يكونوا بيان ايدونتيفي من جهه، وهذوك الناس كلهم يكونوا اسوسي. دونك كاين واحد السؤال تيتطرح
شنو كون تو اسوسي في شركه شحال لا بار ديالك في هذيك الشركه؟ انا نعطي 10 مليون واش لا بار ديالي واش 2% 5% 10% شحال؟ دونك ما يمكنش نتسنى حتى يكون بروجي، لا انا خاصني نعرف من اللي نحط فلوسي هذوك لارجون اللي نحط شحال لا بار ديالها. اوكي صافي. وانا بساعد مستعد المره الجايه نهضروا مع لي جوغيست ونحاولوا نشوفوا هذه النقطه هذه باش تخدم كل شيء واحد مرتاح. صافي سي عصام، على الراس والعين. شكرا يا مولاي، شكرا على الاتصال ديالك. تبارك الله عليك. مع السلامه. شكرا سيدي. شكرا. مع السلامه. الله يكثر خيرك. مستمعي ومستمعات، اذا عديت غادي نتوما بحال سي عصام، عندكم مشروع، عندكم فكره باقين ما داكش امور ما واضحاش، عندكم شك في شي حاجه، اتصلوا بنا رضوان @itradio.ma r e d o u n @itradio.ma. شكرا لكم، مع السلامه.